وحنا معاك غادي نتكلموا اليوم مع ضيفتنا الكريمة البسيكوتش سعيدة أفاسي على العناد بين الزوجين، يعني أو مدى التأثير ديالو على العلاقة الزوجية، يعني والسبب ديال العناد بين الزوجين اللي ربما كيرجع لقلة التواصل أو الانعدام ديالو بين الزوجين. إلا عندكم سؤال أو عندكم رأي أو تجربة بهذا الخصوص، لأن أرائكم كتهمنا كتغني البرنامج، توصلوا معنا على الرقم 05 37 79 59 39 بسيكوتش أو كوتش سعيدة أفاسي، صباح الخير وشكرا جزيلا على تلبيتك للدعوة. صباح الخير أستاذ حنان، صباح الخير مستمعينا الأفاضل، شكرا لك على الاستضافة. موضوع جد رائع وجف وقته نظرا لكثرة حالة الطلاق في بلادنا. تماما. نذكر قبل ذلك أستاذة سعيدة أنك كوتش شخصي ومهني معتمدة من أكاديمية الوعي الدولية للتدريب والاستشارات، ممارسة لتقنية البرمجة اللغوية العصبية، متخصصة في الاستشارة النفسية والأسرية والوساطة، وكذلك كوتش شخصي. إذن أستاذة سعيدة، يعني شنو اللي كيخلي العناد يكون ما بين الزوجين؟ قبل ما نطرقوا الموضوع ديال العناد، نشوفوا الاسباب ديال العناد كيف كيعيش الزوج وكيف كتعيش الزوجه قبل ما يتجمعوا في مؤسسه الزواج. احنا اول سؤال اللي كيتبادر لجميع الاذهان ديال الناس، هناك واحد السؤال اللي متداول، نعم. يا ترى ما هو السبب في أن هناك أشخاص متميزين في الحياة الزوجية وآخرين غير ذلك، وهناك من يعيش حياة الزوجية بطريقة أفضل من الآخر؟ أنا غادي نطرقون واحد النقطة اللي هي كتكون الحياة أي شخص، سواء الرجل أو المرأة، عند واحد دائرة، تلك دائرة الحياة فيها مجموعة ديال النقط، ومن بينهم نقط جد مهمة هي القيم لكل واحد من من المرأة أو الرجل. يعني الرجل له دائرة خاصة به نسميها دائرة ألف، والمرأة لها دائرة خاصة بها قبل الزواج هي دائرة باء. القيم وهي ليفالور، وكين العادات هما ليكرويونس، وكين الحدود لكل واحد منهم ليميت، وكين الاحتياجات لبزوة. كل واحد عنده لبزوة خاصة ديالو، احتياجات الشخصية ديالو، كل واحد كيعيش واحد دائرة قبل مؤسسة الزواج. أكيد. حين كيكونوا غادي يتجمعوا في واحد مؤسسة الزواج، يعني المفروض كل واحد فيهم غادي يتخلى على هذه الدائرة، غادي تكون واحد دائرة مشتركة بينهم اللي كتجمع القيم ديالهم والأخلاق والعادات والحدود والاحتياجات ديالهم. إذا كان هذه الاحتياجات متشاركة، يعني عندهم نفس الاحتياجات، نفس القيم، نفس الحدود، غادي تعيش في واحد السلام في هذه المؤسسة الزوجية. نعم. المشكل حين كيكون اختلافات في هذه الجوانب، وكيكون المفروض عليهم أنهم خصهم يتقبلوها. ما كيوقعش خلاف بيناتهم، ولكن أتقبل الآخر في الحدود ديالو، في الاحتياجات ديالو، الاحتياجات مختلفة. نعم. الاحتياجات ديال الرجل اللي فيه هو في دائرة ألف مختلفة عن الاحتياجات المرأة. حين جينا منهم في واحدة الدائرة اللي هي دائرة جيم مجتمعين كيتجمعوا في الدائرة، كل واحد فيهم خصو ينزل من بعض الجوانب باش الحياة تستمر. نعم. أستاذة سعيدة، يعني كنعرفوا أن هذا العناد هي من أكبر يعني المشاكل اللي كتعترض الحياة الزوجية، يعني هذا العناد، تصلب في الرأي، الجمود، عدم المرونة اللي كتخلي الأسرة كتعيش في واحد الجو خانق، يعني كتأدي المشاكل ربما اللي تكون تسالي بالطلاق. أستاذة سعيدة، لكن ملي تنتكلموا على العناد، علاش دائما كمشيو لعند المرأة؟ أستاذة، بالنسبة للباحثين في علم الاجتماع شنو قالوا؟ قالوا بأن المرأة هي كتحتل المرتبة الأولى قبل الرجل في العناد، ولكن ونجيو هنايا نقولوا المرأة سهلة علاج العناد ديالها.
أصعب العناد هو عناد الرجل. نعم. الرجل متصلب، إذا كان الرجل خصوصا حنا غادي نشوفوا أنواع العناد. نعم. لأن العناد ما كيجيش غير كنجي وكان أنا كنبقى أعاني بأجل العناد. لا، هناك أسباب. أسباب شنو هي الأسباب؟ الأسباب الأولى عندما ذاك القيم والحدود ما كيكونش بينه وبين واحد التوافق، هنا كيتحل واحد النوافذ، هاد النوافذ منا كيتصلبوا المشاكل الحياة الزوجية ومؤسسة الزواج، ومن بيناتهم هذا العناد، والعناد هو أهم المشاكل الزوجية، وكيتعتبر من كيزيد في الفترة ديال الخلاف وكيأدي للانفصال. اللي كيأدي للانفصال هو فيروس، كنسميه واحنا روح الفيروس، خصو العلاج ديالو. نعم. نشوفوا الانواع ديال العناد. هذا العناد واش مكتسب او لا موروث؟ كاين العناد اللي هو حنا غادي نقولوا العناد اللي هو مكتسب، كيكون الشخص قبل الحياه الزوجيه ماشي عنيد سليس مرين مع الاسره الوالدين ديالو مع الاصدقاء ديالو، ولكن حين كيدخل مؤسسه الزواج جا عنيد. إذا هنايا يا الزوج يا الزوجة، بجوج بهم يقدروا يكون نفس الحالات يعانوا منها. يعني في الشباب كان حالة قبل الزواج كانت المرأة ليست عنيدة، ولكن حين دخلت مؤسسة الزواج رجعت عنيدة إلى أقصى. هذا في هذا العناد المكتسب نسميه عناد دفاع، وسيلة دفاعية. المرأة أو الرجل كيدافع على واحد الجانب من الجانب ديال الحياة ديالو. هنايا حين كنقول وسيلة دفاعية، إذا شنو كاين واحد الضعف، كاين واحد المواجهة ما قدرش، خصوصا هذا الجانب هذا كيطغى في واحد جد الجوانب اللي هي أساسية، الجانب العاطفي والجانب المالي. الجانب العاطفي خصوصا حين كتكون كتلاحظ، وهذا غالبا كيحضر عند المرأة، حين كتلاحظ المرأة بأن الزوج كيهتم يمكن بالأسرة ديالو أكثر من الأسرة ديالها. مع اللي كيقول لها هنقوموا بزيارة الوالدين ولا شي أخت ديالو ولا الأخ ديالو، كتجبرها هي بعوض غادي تقول له حنا يمكن عاد كنا عند الأسرة ديالك ويمكن نمشيو دابا عند الأسرة ديالك. لا، كتقول له أنا ما غنمشيش. هي تعندت انا ما غنمشي. نعم. اسلوب انا ما غنمشي. اذا كان الزوج واعي بان الزوجه ديالو بهذا الجانب هذا، بانه هو مقصر في هذا الجانب هذا، غادي يسهل عليه كيفاش يدوز الحل بطريقه سلسه ومرنه، ويقدر يقول لها وشنو بغيتي نمشيو عند الاسره ديالك اليوم نبدلو. نعم. ها هو اكتسب هذا العناد، وما جعلوش انه يكبر ويعمل واحد الفجوه بينه وبين الزوجه ديالكم. نقطه اخرى، العناد اللي هو غادي نقولوا عليه الموروث او العناد اللي هو مكون للشخصيه، هذا العناد هذا فوقاش كيحضر عند تكوين شخصيه الطفل. نعم. عند تكوين شخصية الطفل كيكون عندي واحد الطفل كيكون كيحضر هنا. إذا كان في الشخصية الطفل حين كنكونوا شخصية الطفل، عندي واحد الطفل اللي هو عنيد، خصو الألعاب دائما، عنده طلبات كيجي إما كنحقق له ذاك الطلبات ديالو يا الأب يا الأم عن طريق الدلع، أو لا عن طريق الحب ديالي المبالغ لهذا الولد، أو لا تفاديا أنه غادي يزيد يبقى يعمل لي واحد الهالة، واحد الفوضى، واحد البكاء اللي هو شديد، كنبدا نلبي له الطلبات ديالو. اذا انا شنو؟ انا كنصنع واحد العنيد منذ الطفوله. نعم. شنو كيوقع حين كيكبر وكيمشي يدخل مؤسسه الزواج؟ كيوقع له كيحضر له ذاك التوأم ديال العقل اللي ترسخ فيه بانه هو دائما الحاجات ديالو كانت مجابه. حين كيمشي عند الزوجه كيطلب منها شي طلب كتجبر، بان يعني هو كيكون اعند منها، وهنا كيوقع واحد الصراع ويعني درجات في العناد، كل واحد كيبغي يبين الاخر بانه راه اعند منه، متشبث بالراي ديالو، وبالتالي كتولي يعني صراعات اللي لا نهايه لها، اللي ممكن تؤدي الطلاق. غادي نمشيو استاذه عند سي محمد من ابي جعد. سي محمد، صباح الخير.
صباح النور اختي حنان. لاباس عليك سيدي؟ كلشي مزيان الحمد لله. مع الحمد لله معك الغيداني محمد جامعه بني باتا وابي الجعد. مرحبا بك سي محمد تفضل. شكرا اختي. اولا قبل الدخول في الموضوع كنبغي نبارك لصاحب الجلاله محمد السادس نصره الله بعيد الشباب وعلى المغاربه والشعب المغربي وكل الشباب المغاربه وراه بلدنا دائما في القمه الحمد لله. الحمد لله الله يحفظك. اولا اختي تحياتي ليك وتحياتي لاختي فردوس والاستاذه اختي سعيده وكل المستمعين. شكرا. اختي العناد فهو اختي العناد فهو نوعين. يعني النوع الاول يعني ما هو سلبي وما هو ايجابي. نعم. يعني العناد الهدام فهو العناد المتكرر كل يوم بين الطرفين. وكما قلتي كل واحد يبغى يفرض الوجود ديالو في العناد. لأن ما تيكونش واحد الحوار واحد الصبر واحد القناعة بالآخر تواصل تقبل بعضنا البعض. نعم يكون حوار يعني متبادل كل يوم أو تقريبا ما يدور في حوالي 24 ساعة يمكن الإنسان يوصفه في ساعة واحدة ويلقي الملخص. نعم الخلاصات باش تخرج باليوم. نعم. ولكن سي محمد غادي نسولك واحد السؤال بما انك يعني رجل غادي ناخذ الراي الاخر لان مثلا ملي كتكون المراه الزوجه ديالك الا كنت متزوج مثلا متزوج الله يخليها لك ويخليكم بعضياتكم. شكرا. يعني مثلا المراه الزوجه ديالك ملي كترفض شي طلب واش كتسميه عناد لسبب ما او لا كتسولها ولا كتولي معاها في صراع كتسولها علاش كتكلم معاها ملي كترفض شي حاجه ولا ما كتبغيش ولا يعني شنو كيكون رد الفعل ديالك سي محمد؟ رد الفعل ديالي وخصنا اولا نشوف السبب علاش رفضت. ها وحدنا ثاني لان الظروف اليوميه وهذا الوقت هذاك راه كل واحد عنده مشاكل غتشوف بعدا السبب علاش رفضت. ولا كان شي سبب مقنع كتحاور معاه ما كانش يعني كتصبر وكتخرج كنقولوا تتبدل ساعه باخرى. نعم لان اختي العناد يعني خص الواحد يتجنب الاشياء السلبيه لان ما بقاش نتسنتوا الاخر لان كاين بعض الدخلاء عن تماما بين تماما بعض الدخلاء هما اللي عن الزوجين كيوصلوا الزوجين الى الطلاق. نعم. وكيكونوا ضحيه ابناء. نعم. وبالتالي يعني ذاك الدخيل كيفرح كما كنقولوا يعني باغي لك واحد خساره. نعم. الحياه ديالك. شكرا لك سي محمد. وشكرا اختي. شكرا صباحك سعيد. أستاذة سعيدة أنا يعني أسألت سي محمد هذا السؤال لأن دائما هذا الأمر مطروح. إحنا ما كنعمموش من طبيعة الحال ولكن يعني الأكثرية كنسمعوا أن الزوجة ملي ما كتسمعش الزوج ديالها يعني خاصة ما تخالفش الرأي ديالو كيف ما كان كاين بعض الأزواج هكا سينا راه كتسمع عنيدة طبيعة في الحال لأن المفهوم ديال العناد كنفهموه بعض الأوقات خطأ تعاني لأجل العناد فقط. ولكن هناك أسباب لأن هي مجروحة هي كتحس بأن هي ليس لها قيمة هي شنو هي سمحت في واحد الحياة اللي هي العذوبة وجات من واحد الحياة اللي هي زوجية الزوج كتشوفوا الأب والأخ والصادق والرفيق ديال المسار ديالها. إذن المرأة حساسة إلى أقصى درجة يمكن له الزوج يحضنها بكلمة طيبة ومعاملة باحترام بصدق غير يحصل مبدأ الساعة اللي هي عنيدة فيها وغير الحالة الوضعية ديالو وغادي يرجع وغادي يلقاها بأنها هي تنزلت بيكون ولكن يكون واحد الكلام الطيب يكون واحد المعاملة حسنة تكون واحد المودة واحد الحب وكذلك بالنسبة للرجل. أكيد ما غاديش نركزو غير على تماما الأستاذ محمد طرقني ما هو سلبي وما هو إيجابي أكيد. العناد الإيجابي العناد الإيجابي لمصلحة المؤسسة الزواج لأن إذا كان الزوج واعي بالمصاريف المادية دياله واضطرق أنه طلبت منه الزوجة واحد الحاجة اللي هي أكثر من الإمكانيات دياله وعمل واحد الميزانية وغادي يخرب المنزل دياله وغيخرب هذه المؤسسة. ولكن إذا كان واحد الحوار الحوار اللي هو بناء الحوار اللي هو صادق اللي هو واضح هيك يجي نقولوا حنا الذكاء الاجتماعي كيف انا اكون ذكيه في العلاقات الاجتماعيه وفي العلاقات الزوجيه. هنا كيحضر لنا اسلوب جديد وهنايا غادي نطلق من واحد النقطه قبل شحال هذه كان عندنا واحد الشخصيه
سواء كان الرجل او المراه. قبل ما كد الشباب كيتقدموا على يعني مؤسسه الزواج قبل كتش الجده غالبا كان كيجيها بالضوء ديال الجده كتقبط البنت كتقول لها ها انت اللي عندك بنتي غتمشي تشويش غتمشي عند واحد الشخص الحياه الزوجيه كيف عامله خصك بالصبر كيكونوا نصائح. الان كنشوفوا حنايا كيختفي هذا الحوار هذا وكاين كي حتى كيتفاجئ لانه واخا كيكونوا الاقارب وكيعرفوا بعضياتهم ولكن حنا كنقولوا حين كتشد الباب هذه المؤسسه الزواج حد كيظهر الاخر على طبيعته تماما. اذا هنايا خصنا يكون عندنا واحد المرشدين واحد الموجهين واحد الحمد لله كاين دابا مدربين كاين لي كوتشي كيعملوا جلسات قبل الزواج وكتوعيه كتوعيه ما معنى الزواج وكيفاش نقدر انا نتفادى هذا العناد ونتفادى المشاكل الزوجيه بمرونه وبصدق. وهنا غادي نجي لواحد المقوله ديال واحد الدكتور والباحث في العلم الاجتماعي عصام الروبي قال اننا لو تحلينا عن العناد والخصومه والنكد فيما بيننا وخاصه بين الازواج لحلت 90% من مشكله الطلاق. 90% نعم. إذا العناد هو واحد الفيروس كيدخل المؤسسة الزواج وكيحضر مع الشيطان حتى كيدمر العلاقة. نعم غادي ناخذ السي عبد الحق من الدار البيضاء بعجالة لأن ما للأسف ما كيسافناش الوقت. سي عبد الحق صباح الخير. صباح الخير أستاذ حنان بخير. الحمد لله سيدي أنت لاباس عليك وشي مزيان؟ مزيان الحمد لله. الله يبارك فيك بالصحة والسلامة. الله يوفقكم بالخير أستاذ. آمين يا رب. المواضيع اللي كديروا كت تغيروا بها النقاش مع المواطنين والمواطنات. شكرا لك سي عبد الحق. تفضل. بالله ان هذه المواضيع راه بشانها ان تحل المشاكل التي تخبط في المجتمع المغربي بوجه الخصوص والازواج بشكل عام وفيما يخص الزواج. ما في لبس واحد المقارنه بين الزواج ديال يعني البارح واليوم يعني القادم والحديث واحد الاختلاف. اولا على ان الاختلاف يتجلى في ان انعدام النيه الصادقه بين الزوجين كتكون غير حاضره اليوم. بار كونتر على ان الاباء ديالنا وكذا ملي كانوا في الجوجين كتكون اول حاجه كتستحضر كتكون لي لان الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول انما الاعمال بالنيه. تمام تمام. الثانيه كما قالت الاستاذه مشكوره على ان كتكون بين الزوجين يعني واحد المجموعه ديال 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 الحوايج اللي كيكونوا كل واحد عنده مثلا المبادئ القيم العادات كتكون عندي انا كتكون عندك الزوجه اللي غناخذ الضوء اللي كتبغي نتزوج خصنا يعني هذيك المسائل ديالنا خصها يجب ان تدوب وان نبني يعني مؤسسه الزواج على الصدق واقول على الصدق واصطر عليها تمام والنيه الصالحه طبيعة الحال النيه الصالحه هي الاساس. كيف خصنا يعقل على ان الزواج كيكون في المقاهي وكيقولوا في لي بوات زدوز وكيف كذا وكنجي استاذ كيقول باغي ندير اولاد وباغي ندير اسره وباغي نبني بيت وباغي نبني كذا وباغي نبني كذا يعني مجرد وكان استاذ الزواج كما كيقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بني على باطل فهو باطل فهو باطل. نعم باغي ناخذها وكنمشي نكذب عليه انا عندي ملي كدير با كيدير كذا كذا كيف يعقل على ان الوهله الاولى كيكون الكذب ما كتكونش الصراحه والصدق. سي عبد الحق شكرا لك بزاف. للاسف الشديد وقت البرنامج لا يسمح. استاذه سعيده فاسي غادي نرجعوا لهذا الموضوع غدا بما اننا يعني الوقت ما سمحناش ومازال ما كملناش الموضوع ديالنا على العناد كيفاش نتعاملوا مع الزوج العنيد وكيفاش نتعاملوا مع الزوجه العنيده يعني نتجاوزوا هذه المشكله ديال العناد اللي ممكن انها تؤدي للطلاق. غادي تكوني معنا غدا استاذه سعيده افاسي فقره سمعناك وحنا معاك شكرا جزيلا والى الغد بحول الله. شكرا لمتابعتنا.